بعد رازن متزوجش بيه، كان تعدي عليا اكثر من القياس، ضرب، عنف، تصرف واحد العيشه كيعيش معايا بها غير شرعيه، معدي عليا مزيان. معاشره الزوجيه كيتكرفص عليا فيها، تيطلب مني حوايج خايبين تيعطيني عليهم العصا، فايت لي مارس لي يعني في مره وفايت لي معاودني، عيت ما نغوت ضرب الاسباب، تيطلب مني طلب كيغضب الله، داكشي اللي كيغضب الله هو اللي كيبغي. هادشي راه محلو واحد الشيخ حلو علينا، بغيتي المهم انا بلا ما نبقى انا راه حرام كاع، باش غادا نبقى كاع نوسخ وجهي مع هاد الوسخ اللي وسخني انا، نبقى تنقول عليه هكا يا ربي تعطينا حقنا غير في العصا اللي ضربناه وفي التراس النيف، والبنيه راه بغتصب عليا هو. انا كنت كنجري على النيف والتكرفيس ديالي، وفايت ديكلاريا بيه على التحرش ببنتي وما عطاونيش الحق تاني. تزوجت بواحد الانسان جميع انواع العنف كان كيدوز عليا، كان كيعريني ويربطني في الكرسي، كان كيضربني، كان كيشد واحد الموس كيحك فيه التومه ويبقى يضربني في العين، الخمسه كان كيدخل عندي الى شيه كيبقى العصا والاغتصاب، والعصا تا كيودر الفجر تا كيبدا يصحى. الايامات الاولى كنت في حالو، كانت تقريبا الاعوام الاولى ماشي نقول الايامات الاولى، شويه ولا كيدخل صحابو وكيشربوا وياهم، كان كيعريني وحدهم ملي كنمشي نديكلاري ما عندنا ما نديرو ليه، صافي سيري طلعي لي الجمعيه ولا سيري شوفي، ما كانوش يخرج معايا نهائيا. عرفت واحد المحامي صيفطوني عنده، مشيت لعندو قلت لي باغي نرفع دعوى طلاق، كل ما نمشي عنده خصني 700 درهم ديما نعطيها ليه، فهمتي جاتني قاصحه ما بقيتش كنمشي. بقى واحد الليله كتسهران على واحد القفطان تاع واحد المعلمه مع تقريبا مع جوج الليل، بنتي بقات فايقه وهي تجي عندي قالت لي ماما بغيت نهضر معاك، قلت لي نقول لك علاش كرد بزاف، قلت لها علاش، قلت لي بابا كان كيعريني وكان كيوريني شي حوايج خايبين في التليفون، وكان كي ما عرفش نشرح لك ولا يعني كلمه كيخوي لها فما، وليت قالت لي كرد بزاف وشي حوايج اخرين والله ما قديت نشرح لك، والله ما قديتش نهائي. الأصل في الاغتصاب الزوجي أنه مرفوض من ناحية الشرعية ومن ناحية الأخلاقية ومن ناحية الدينية، لأننا عندما نتكلم عن الاغتصاب نتكلم عن الفعل مبني على الإكراه وعلى التسلط وعلى النرجسية، لدرجة يمكننا أن نقول بأن مفهوم الاغتصاب يعكس حالة نفسية في مرضية في الممارسة الجنسية. وبما أن الجنس في المنظور القرآني مبني على قانون الزوجية الذي أودعه الله عز وجل في هذا الكون وجعله آية من آية الله تعكس يعني عظمة الخلق الإلهي لثنائية الرجل والمرأة، هذه العلاقة الزوجية التي اعتبرها الله تعالى يعتبرها الله عز وجل بمثابة الميثاق الغليظ، لدرجة أن الله تعالى يقول في حقه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ولم يقل لتسكنوا فيها، لتسكنوا إليها. والسكن والسكينة يتطلب المحبة ويتطلب العالم الوجداني والروحي الذي يعطي المصداقية الحقيقية لمفهوم العلاقة الزوجية، بقوله وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذلك جزء من التأمل في هذه الآية الإلهية أنه يستحيل العلاقة المبنية على المحبة وعلى الاحترام أن تنتج مثل هذا مفهوم التسلط أو مفهوم الاغتصاب الزوجي. وعليه فعلماء الفقهاء الإسلام وعلماء الإسلام يعني يعتبرون هذا مفهوم الاغتصاب يعتبرونه سلوكا غير شرعي يتناقض مع أصول ومقاصد النظرة القرآنية. وعليه فإن هذا الاغتصاب الزوجي بالرغم من أننا قد نجد أحيانا بعض الخطابات
التي تستغل بعض الآيات أو بعض الأحاديث وتؤولها تأويلا سلبيا ليعطي المصداقية والمشروعية لهذا السلوك مرضي.